شو بيسموه بالعربي جنت الميتيلين؟ ختان البنات أو تشويه البنات أو تطهير. في ناس بيقولوا تطهير, نحن بالنسبة لنا تشويه. ليه ليه شو الفرق بين اتنين العرب الباكي؟ وش ما بيطهروا مرة إنه اللي بدهم يطهروا شو المشكلة؟ تاني شيء هو انت عم بتشيل عضو وبلا إرادة لبنت صغيرة عم تمنعها على المستقبل لكل حياتها من المتعة. أنا لإلي يعني فينا نقولها مثل ما هي إنه هذا إجرام بمحل. أكيد. حتى أوقات الأهل ما منهم يعني في كتير أميات إنه هي صارت معه وإما صارت معه, فإنه هي بالنسبة لها عم تعمل شيء منيح لبنتها لأنه تما تنعزل أو ما تتجوز أو يعني هي أوقات هي مجتمع بكامله إنه سوشيال نور بكاملها صعب خرقه مش مستحيلة أكيد إنه عم بجربوا بالقوانين وهيك, بس I think في ليفل توع مش بس توعية, في تغيير, لازم تغيير نظرة للمتعة بالمطلق عند النساء ومبطل نخاف منها. ليش عم بتخاف من المتعة؟ ما عم بفهم هذا الشيء. سؤال جوهري. هذا سؤال هلا بدك second season third season fourth season بدك تفتح ليه؟ خاصة تبع المرة. في مقطع بشو بحبه كتير اسمه تبع فلي بانك, في محل بالبطل بكون عم تسأل مرة أكبر منه بتقلها إنه بالبلوغ النساء بيتعلموا الوجع والرجال بيتعلموا المتعة. فتتخيل إنه مع البلوغ مع الوجع وبيشوفوا دم, الرجال ما بيشوفوا دم شاك بيروحوا على الحرب وبتوجعوا, فهلا هي بتكفي, بس انه اذا ما نوقف هون تجي انت تسلب متعة انسان من الحياة يلي هو شيء موجود, يعني في عنا عضو شغلته بس متعة ف قاسي كتير قاسي. ما عندي زيت الكلمة لأقول عن العضو, هو إذا ما نخصص أنا سوري بس ما بحياتي البظر ماشي. أنا عندي غير هي بالضبط, هي عندي غير كلمة شوي مور هيك كاجوال. إيه وإنه هي كمان طريقة لتسيطر على المرأة وتسيطر على جسمها وعلى المدى البعيد لكل حياتها, فعنيف كتير هذا الشيء وللأسف بعضه عم بيصير والأرقام بتوجع يعني. وإيه حتى إذا القوانين ضد حتى حسب البلد في بعض ناس عندهم عقلية إنه لازم تتكرر هالقصة ولازم يكملوها يعني. هلأ هي ثقافية يعني, حتى من فترة كنا عم نحكي مع حدا من مصر وصار في قانون بيجرم وبيحبس حتى إنه الأب والأم أو مين الشخص يلي بيقوم بعملية الختان, بس هي لساتها عرف ثقافي والأعراف الثقافية بتحسيها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أي شيء خارج عن السيطرة. يعني للأسف إنه أوكي الأرقام قلت بس نوسة أرقام بتصدم. هلا عم نحكي عن التشويه, تشويه النساء إنه 95% كان آخر رقم, هلا يمكن صار في رقم حديث أكتر 85% يمكن, هذا حطيناه بالآخر دراسة بعد القانون. بس 85% شو من النساء بمصر بينختنوا 85%؟ هذا أزوف 2022, أنت قبل عم تحكي عن 94-95%, هذا هو الرقم واو وهذا اللي بنعرف فيهم. فما بعرف اذا في لك انه في هيك معلومه واحده انه ها هي, بس ارقام مخيفه. هلا في كثير شيء ما بنعرفه يعني. طب كيف مثلا الاغتصاب مثلا؟ هذا موضوع ما عنا عليه ديتا يعني. حتى لما كانت توصلنا الارقام يوصلنا اكثر من رقم, لانه ما يعني ما في طريقة. وغير عن هيك إنه أنت في عندك الاغتصاب اللي بيصير جوا المنزل, الاغتصاب الزوجي كمان هذا ما في عليه أرقام, ما يعني لأنه كمان في عنا كتير شريحة من المجتمع ما بيعتبروه اغتصاب. وغير إنه ما بيحكي, ما حتى بيعتبروه اغتصاب إنه هذا حق الرجل الشرعي. فما في ما في أرقام يعني, بتلاقينا ما بغض النظر عن الكلفة النفسية والكلفة. وبعتقد كمان واحدة من الأشياء الصعبة هو إنه كمان النساء ما بيبلغوا, ما فيك تجد إنه تجبر مرة تبلغ, لأنه نحن مجتمع نفصل كتير بين المساحة العامة والمساحة
البرايفت الشخصية ما تنشر الغسيلات يعني انه الارقام بتقول هلا عالميا ما فيها نجزم انه بس بالمنطقة انه 75% عادة من الاغتصاب بيصير من اشخاص بتعرفيهم. فانت اليوم التبليغ فيه انه تجي تبلغي يعني انت عندك بعد ذنب زيادة انه انت عم تكسر عائلتك عم تنزع شغلك اصحابك انه عادة عالم بتعرفيهم فمش بهالسهولة اللي ليه ما راح تبلغت انه مش بهالسهولة لأنه شو ما عملت وفي ذنب التاني أنه إذا ما بلغتي هيدا الشخص حيروح يأذي حدا تاني فبتعلق بهيدا أنه بتعلق بالشيء أنه بهيدا بين الذنب بين هاي أو هاي وإذا بلغتي وإذا بلغتي شو رح يصير بعدين مش هيك كمان عم نحن بنقول انه ميتو ما بيحللنا اياها انه ميتو بيحرجوا المرأة بيقولوا لها بس شو عملتي بتصير تظهر من عند الدرك او عند وين بلغت يلي صار بتحسها حالها انه هي الغلطانه وهي يعني ما بيعطوها مجال النوم مع انه بتسال العالم ما بتلاقي حدا بيقول لك انا مع الاغتصاب اكيد لا بس شو عم نعمل على الارض برجع على نفس الفكره انه على الارض ما عم نعمل شيء تنغير مرحب إذا حبيت هذا الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على القناة تبعنا هون وإذا بدكم تحضروا سردة بكاملة فيكن تحضروها هون.